دكتور مصطفى بدره، استاذ التمويل والاستثمار. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين يا رب. ربنا يخليك. خبرين خاصين، بلومبرج بتؤكد ان صندوق النقد الدولي هيدينا هنحصل على يعني 7 مليار دولار كحد اقصى، وايضا لقاء الدكتور محمد معيط وزير الماليه في دبي كويس مع صندوق النقد الدولي. تمام يا فندم. هو خلينا نقول بس ان طبعا في حراك كبير جدا على مستوى المجموعه الاقتصاديه لتحرك كل النقاط الهامه داخل الاقتصاد المصري. حضرتك تتذكر من ايام قليله صندوق استيادي في الامارات دخل اشترى بعض من الاستثمارات الكبيره داخل مصر في عدد من الشركات الكبرى. الامر الثاني النهارده ايوه هو لا انا لسه هكلمك عن السعوديه، يعني انا محضر خبر السعوديه. انا بتكلم الاول على صندوق النقد الدولي وعلاقتنا به، ثم ننتقل الى الاستثمارات والى السعوديه والى الخمسة مليار اللي دخلوا مصر النهارده. مظبوط يا فندم. ما انا بدي لحضرتك تسلسل ان العالم كله النهارده بيبص للمنظور الوضع ازاي وفي تحرك منين. وطبعا النهارده في تحرك كان الدكتور معيط في مؤتمر كبير في دبي. أيوة. بيقابل رئيسه صندوق النقد الدولي، ودي دايما مطلعه معانا على كل الاطر في برنامج الاصلاح الاقتصادي والامور الاقتصاديه داخل مصر. واظن دول ما يعرفش يضحك عليهم مش كده؟ لا لا يا فندم خالص، معلش بس انا بوري حضرتك انا بربط العلاقه، بربط العلاقه ما بين الاستثمار اللي بيخش وبين المؤسسات اللي بتبني القرارات، ان شايفه ان السوق المصري في حاله ايجابيه. ما لو السوق مش ايجابي ما كانتش الاستثمارات دي هتخش. طبعا. ولا كانت المؤسسات الاجنبيه سواء البنك الدولي او سواء كل المؤسسات البنك الاوروبي او الحكومات تساند الوضع الاقتصادي المصري. طبعا. كان هيطلع لك تقارير من بره يقول لك لا والله انتوا النبادي في القرض هيحصل فيه مشكله او هيحصل كذا او هيحصل كذا. لا بالعكس. دي هي بتوصف الحالة مدير صندوق النقد الدولي مع الدكتور معيط وبتقول له ان الوضع في برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر طيب وقابل للتحسن وهو متماسك، يعني الامور في وضعها الاطاري سليمة. وكانت بلومبرج يا فندم بتتوقع، هو طبعا ده القرض اللي هو بنسميه او المساندة المعبرية اللي احنا ان شاء الله نعدي بيها ازمة روسيا واوكرانيا في ارتفاع الاسعار الكبيرة، المتوقع في حدود الخمسة مليار، لان ده زي اللي هو القرض المساند لينا في جائحة كورونا، حصلنا على حوالي 5 مليار دولار بالظبط. وده بيقدم لكل دول العالم اذا احتاجت وتقدمت بطلب من صندوق النقد الدولي اعترافا بان هناك مشكلة. طب خلينا ننتقل بيك بقى بعد ما تحدثنا عن صندوق الاستثمارات الاماراتي النهاردة المملكة العربية السعودية، وبتوقع عقد او بيبدا مراسم التوقيع على اتفاقيه بين مصر والسعوديه. الدكتور مصطفى مدبولي شاهد هذا الامر، استثمار صندوق الاستثمارات العامه السعودي في مصر. مظبوط يا فندم. خلينا بس نقول ان التوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد سمو الامير محمد اودعت الحكومه السعوديه 5 مليار دولار ان شاء الله بكره الصبح هتشوف اثرها في التغير في سعر الصرف، قيمة الجنيه هترتفع، ده طبعا مساندة للسياسات النقدية. وأيضا كمان النهارده تم التوقيع مع جزء من الصندوق السيادي المصري مع صندوق الاستثمارات السعودية على دفع استثمارات ب 10 مليار دولار، وده بالنسبة لنا أمر في غاية الأهمية. برضه ليه؟ لأن المؤسسات دي يا فندم النهارده لما بتشوف برنامج الإصلاح الاقتصادي وشايفة في عندنا تنمية، عندنا مشروعات، يعني هو بمنتهى البساطة دي الاستثمار ده هتخش فين؟ في شركات ناجحه بالظبط، وطبعا ذات طبيعه خاصه، يعني لا وهتنتقل بها الى مراحل جديده وهتبدا تطورها، وايضا ده هيصب في يعني على تطوير الصناعات او في القطاعات دي كلها. دكتور مصطفى بدره استاذ التمويل والاستثمار بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.